السلام عليكم وأهلا وسهلا بحضراتكم. سبق قبل كده واتكلمت معاكم في قصة في الجاسوسية كان عن عالم اسمه مردخاي فعنونو، أو هو واحد كان بيشتغل في المفاعل النووي في الكيان الصهيوني، واتكلمت معاكم على القصة دي بتاعت مردخاي فعنونو، وقلت لكم لما راح على أوروبا وكان اتكلم مع الصحفيين وفضح موضوع البرنامج النووي، وبعد كده إسرائيل بعتت له واحدة فاتنة استدرجته، وبعد كده الموساد عمل عملية وراح جايبه على هناك وسجنوه. من ضمن الناس بقى الصحفيين اللي هم كانوا مع مردخاي فعنونو كان اسمه سيمور هيرش. سيمور هيرش ده صحفي استقصائي، وعلى فكرة هو يهودي وقاعد في أمريكا وعايش وهو أمريكي، وفضح كتير جدا من الحاجات الخاصة بالقضايا وبالحاجات الاستقصائية. سيمور هيرش واحد مختص بشكل كبير في فتح المشاكل والمصايب اللي بتحصل في العالم، وكان فضح أمريكا قبل كده في قرية كانت أمريكا أبادتها بالكامل في فيتنام، وفضح موضوع سجن أبو غريب، وهو مختص إن هو يدعبس على الحاجة ويجيب قرارها. لو تفتكروا في شهر 9 اللي فات خط نورد ستريم لما اتدمر من تحت المية، وساعتها دول أوروبا شاورت بأصابع الاتهام على روسيا وقالوا روسيا انت اللي فجرت قال لهم انا اللي فجرت. انتوا عبطوا يا جماعة، يعني تخيلوا يا جماعة ان الخط اصلا روسي ويجوا الأوروبيين ويقولوا له انت اللي فجرت يعني بوتين قال لهم انتوا عبط، احنا اللي فجرنا، واحد فيك هو اللي فجر الموضوع ده. المهم عدى الموضوع وانتهى، ولكن بيطلع عندنا سيمور هيرش بتحقيق كبير طلعه وقال لك الموضوع اساسا روسيا ملهاش بالموضوع ده، وان المخابرات الامريكية والامريكان هما اللي ورا الموضوع ده، والقضية دي أصلاً اتحضرت من شهر ديسمبر عام 2021، من قبل ما أساساً روسيا تدخل على أوكرانيا بالعملية العسكرية، لأن الأمريكان حسب التقارير الاستخباراتية بتاعتهم كانوا عارفين إن روسيا كده كده هتهجم على أوكرانيا، فالعمل إن إحنا لازم نهدد المصالح الاقتصادية بتاعت روسيا، يبقى الحل إن إحنا ندمر لهم خط نورد ستريم. وبالفعل وكالة المخابرات الأمريكية مع البحرية الأمريكية ابتدوا يعدوا الخطة دي من شهر ديسمبر عام 2021. سيمون هيرش استعان بالمعلومات دي قال من مصدر مقرب في قلب الموضوع، بس طبعا مرضاش يذكر الاسم بتاعه. وبالفعل المخابرات الأمريكية عملت الخطة وعملت لها أبجريد، وجم في شهر يونيو في عام 2022، وكان الرئيس بايدن عايز ان هو يمنع المليارات الدولارات اللي بتروح لروسيا من ألمانيا وأوروبا بالغاز اللي بيروح، فالعمل ان احنا لازم ننفذ الخطة دي. فبالفعل استغلوا في شهر يونيو مناورات حلف الناتو اللي كانت معمولة في شهر يونيو، وجت قوات من البحرية، قوات خاصة مع مشاركة من النرويج، ونزلوا في قلب البحر وحطوا مواد متفجرة وألغام من مادة السي فور، وكانت المواد المتفجرة دي بحيث انها بضغط زر انها تتضرب، وراحوا مزرعينها ومشوا. وجم على شهر 9 اللي فات في يوم 24/9 اللي فات، وتم الامر بضرب خط نورد ستريم. طبعا الموضوع كان كبير جدا، وسيمون هيرش هنا فضح الامريكان. اول ما الموضوع ده طلع، المقال ده طلع، جات على طول راحت زخاروف، ماريا زخاروف في روسيا، وقالت احنا عايزين بقى حد يرد علينا من الكلام ده كبير جدا يا جماعه، يعني معنى كده ان امريكا بتعلن حرب رسميا على روسيا. الموضوع ده على فكره لو اثبت فعلا كده هيبقى في مواجهه رسميه، يعني حرب رسميه. امريكا كانت في الاول ساكته، ولكن طلع متحدث الوزارة الخارجية الأمريكية وقال إن سيمور هيرش كل الكلام بتاعه ده من وحي خياله، وإن مفيش أي صحة من الكلام ده، بل إن كمان طلع المتحدث باسم المخابرات الأمريكية وقال كل الكلام اللي قاله سيمون هيرش ده مش من وحي خياله، إلا إن سيمور هيرش عمل حاجة بسيطة، قال له من وحي خيالي؟ إذا كان الرئيس بايدن نفسه، يعني لو أنا مش من وحي خيالي، الرئيس بايدن نفسه قبل بداية العملية العسكرية الروسية هو بنفسه هدد وقال لو روسيا دخلت اوكرانيا احنا هنمنع تماما تدفق الغاز يروح على اوروبا. فحتى في صحفية قالت له هتمنعه ازاي؟ قال لها احنا هنعرف نمنع الموضوع ده. وادي الفيديو امام حضراتكم. If Russia invades that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again, then there will be no longer Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project
and control of the project is within Germany's control. We will, I promise you, we'll be able to do it. طبعا الموضوع ده مش هيمر مرور الكرام، وان المفروض ان روسيا هتفضل ورا الموضوع ده وتحقق وراه. وبمناسبه ما اتكلمنا على الرئيس بايدن، لان انا لما جبت لحضراتكم الفيديو امبارح وذكرت لحضراتكم هو كان بايدن عامل خناقه هما والجمهوريين، هما بيقول لهم انتوا اللي واقفين قدام ان الحد الاقصى يطلع والفلوس والمفروض يرفعوا واحنا عندنا حاله اقتصاديه، وهو الجمهوريين يقولوا له انت كذاب. المهم في وسط الكلام بايدن بيتكلم على الصين، فهو بيتكلم على الصين راح يقول لهم الصين فيها اللي مكفيها، واساسا عندهم مشاكل كبيره، ده حتى الرئيس الصيني عنده مشاكل اقتصاديه كبيره. فطبعا الصينيين راحوا مطلعين له تصريح النهارده بيقولوا له انت لما تتكلم اتكلم كلام يكون محترم دبلوماسيا. والله العظيم الصين قالت كده، قالت ان الرئيس الامريكي تحدث بشكل يفتقر الى الاداب الدبلوماسيه، وان هو عليه ان هو يخليه في بلده بس، وان هو يخليه في المشاكل الاقتصاديه وحجم التضخم الموجود عنده في امريكا وملوش دخل بالصين عندنا. كل مدى الموضوع عمال يزود حساسية، بالرغم من انه هو اصلا بايدن في وسط الكلام كان بيقول انا مش عايز اعمل حرب مع الصين، ولكن اللي بيقوله بايدن غير اللي بيحصل. يعني بايدن في نفس الحوار يا جماعة ده كبر جدا، والله العظيم كبر وبقى خلاص بيخطرف. مش يعني انا مش قادر استوعب ان دولة عظمى زي امريكا ازاي يحكمها شخص بيتكلم بالشكل ده. ما وردش بصراحة في حياتي ان انا اشوف واحد عنده كم هذه الهفوات الدبلوماسية وغير الدبلوماسية في الحديث. بايدن فعلا مصر تمام الاصرار على انه هو يختلق مشاكل بينه وبين الصين وبينه وبين امريكا، ده غير انه عامل مشاكل مع دول كتيرة في المنطقة زي ايران، ده غير انه عامل مشاكل كتيرة جدا مع دول كتيرة جدا. هي سياسة الديمقراطيين وسياسة البيت الابيض الحالية فرق تسد، خلق مشاكل كتيرة، خلق حروب في العالم. ولذلك بنجد عندنا كيم يونغ اونغ اللي هو بتاع كوريا الشمالية من ضمن الحاجات الطريفة اللي عملها امام حضراتكم، راح يزور احدى الثكنات العسكرية واخد معاه بنته ومراته، وامامكم اهو في الصور القادة العسكريين وهم بيحتفوا ببنته وقاعدين بيسقفوا لهم. بالمناسبة بقى زيلينسكي حاليا هو في انجلترا وكان امام البرلمان الاوروبي، وطلع واتكلم امام البرلمان الاوروبي. طبعا زي ما قلت لكم ان هو راح انجلترا علشان هو عايز اسلحه ومقاتلات. المفترض ان انجلترا بتقول احنا مش بنفكر في موضوع المقاتلات ان احنا نديها لاوكرانيا في الوقت الحالي، ولكن ثقوا تماما ان هم اللي بيقولوه غير اللي هم بيعملوه. المهم مش دي القصه، القصه ان زيلينسكي قال جمله كان فيها مربط الفرس لكل القصه بتاعتنا في الحرب الروسيه الاوكرانيه. قال لهم أوكرانيا هي اللي واقفة حائط صد وهي اللي بتدافع عن أوروبا كاملة في الحرب دي. ركز كويس جدا لأن هو مش غبي، والجملة اللي قايلها دي هو متقال له قول كده، والجملة دي ذكية جدا جدا. ليه يا جماعة؟ لا أمامكم أهو أمام حضراتكم عدد القوات الأوكرانية اللي بتشارك، المفترض ده رقم غير رسمي كمان في العملية العسكرية، 500,000. والمفترض ان طبعا دلوقتي اوكرانيا بتدفع باكتر من كده، اصلا اللي مات من الجيش الاوكراني لحد النهارده فيما يقرب من 300,000 لحد النهارده من بدايه العمليه العسكريه في خلال السنه دي. ان حجم قوات النيتو كلها على بعض، جيوش الدول النيتو كلها حوالي 3 مليون، روسيا المفترض انها داخله على واحد ونص مليون، المفترض بشامله بالاحتياطي. ولكن دول اوروبا كلها لما تبصوا هتلاقوا ان دول اوروبا الجيوش بتاعتها مكتمله مليون وحوالي 900,000، ده بكل عدد الجيوش. نظريا الرقم ده عمره ما يدخل ويروح على الحدود ويحارب روسيا. في فرق يا جماعة ما بين الرقم النظري وما بين الرقم العملي، يعني لا يمكن ان الرقم ده يعادل حتى ربعه هو اللي يقف امام اوكرانيا. الشكل الواقعي والصورة الحقيقية ان اوكرانيا فعلا هي اللي واقفة بتحارب لكل جيوش اوروبا امام روسيا. علشان كده جيوش اوروبا حاطة في دماغها ايه وبيوهموا الشعب الاوروبي ايه؟ ان احنا لو ما غلبناش روسيا وما هزمناش روسيا الروس هيدخلوا على بيوتنا واحد واحد ويهزمونا ويحتلوا بلادنا.
في مواجهة أنهكت جيشه، وظل يؤكد على طلبات بإمداد بلاده بالأسلحة التي تحتاجها. دي الفكرة اللي دول أوروبا عمالة بتصدرها إلى شعوبها، ودي الفكرة اللي أمريكا عمالة ترسخها في كل الأوقات إلى الدول الأوروبية، بل إنها الفكرة اللي بنت عليها أمريكا حلف شمال الأطلنطي الناتو. يعني حتى يا جماعة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، والمفترض إن الاتحاد السوفيتي كان حليف إلى إنجلترا وفرنسا في الحرب العالمية الثانية، ابتدت من هنا إنجلترا في نفس الوقت تدي نفس السكينة في الاتحاد السوفيتي مع أمريكا، ويقولوا إن الاتحاد السوفيتي عدونا، مع إن الجيش اللي دخل قلب برلين كان هو جيش السوفيتي. فالصورة اللي أمام حضراتكم اللي بيوقفوا ويسقفوا، هم أنا مش بيسقفوا على زيلينسكي عشان زيلينسكي يعني البطل المغوار اللي هم بيحترموه وبيحبوه من زمان. زيلينسكي عفوا يعني بالنسبة لهم زمان من قبل العملية العسكرية مجرد واحد ممثل كومبارس، هم أساسا واقفين له عشان هو ده الوجهة وبيدخل مفرمة الجنود في جبهة القتال أمام الروس. هو ده المقاول الأنفار بتاع أوروبا اللي عمال بيصدر على الجبهة كل الحشد اللي بيطلع من الجبهة في الحرب ديت. زيلينسكي ما هو إلا مقاول أنفار فعلا، عمال ياخد الجنود بتوعه والجيش بتاعه والشعب بتاعه ويدخلهم على جبهة القتال. اللي يموت يموت واللي يعيش يعيش، أدينا السلاح هو بنجيبه. ولا في الآخر حتى لو روسيا قدرت إنها تسقط كامل أوكرانيا، هتلاقوا زيلينسكي أول واحد مش موجود هناك. وبمناسبة كده روسيا النهاردة بتعلن عن تدميرها لعربيات كانت شايلة بشكل كبير جدا شحنات كبيرة من ذخيرة صواريخ هاوتزر الأمريكية، ده بالإضافة ان هم بيقتلوا وبيقتلوا في مزيد من الجنود، وأيضا القتال محتدم. لما نبص في الصورة ونركز كده يا جماعة على الحرب الروسية الأوكرانية، هنلاقي ان الدول أمريكا فعلا وأوروبا، الناس دي لو كانت عايزة تخلص الحرب من أول شهر ما كانتش هتخلي الحرب دي موجودة، ولكن هم من مصالحهم الاقتصادية أو مصالحهم السياسية إن هم يبقوا الحرب دي موجودة وشغالة علشان عايزين يدمروا روسيا بأي شكل، مهما كان التمن من خسائر، مهما كان التمن خسائر بشرية أو خسائر اقتصادية. ولكن من ناحية تانية عشان ما تقولش إن أنا بقول مكاسب اقتصادية، علشان حضرتك في مكاسب لمصانع الأسلحة وإنتاج الأسلحة، ده غير المكاسب السياسية اللي رؤساء الدول الغربية عايزين يعملوها على حساب الشعب والدولة الروسية. أتمنى المعلومات تكون نالت إعجاب حضراتكم، وبشكركم جدا على المشاهدة. ما ننساش الدعم باللايك، ولو حضرتك أول مرة تشوفني تشرف وتنور بالإشراف في القناة. السلام عليكم.